فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ما بين المنتخبين، هنا كارلوس كيروش مدرب المنتخب الكولومبي، في الجانب الآخر المدرب الكولومبي مدرب منتخب تشيلي. هنا الواضح الصورة السيد رينالدو رويدا، ومن درب كذلك منتخب كولومبيا في الفترة من عام 2004 حتى عام 2006. مباراة إذن يا أحبة الكرام ستنطلق بعد لحظات، مباراة تأخرت لمدة 20 دقيقة، وذلك بسبب تأخر وصول منتخب تشيلي إلى هذا الملعب بسبب زحمة السير هناك في ساو باولو. تشكيلة منتخب كولومبيا، ديفيد أوسبين الحارس الذي يعود مرة أخرى ليبدأ أساسيا في تشكيلة المنتخب الكولومبي. هناك سيفان ميدينا بالإضافة لريمينا، لدينا دافيسون سانشيز وكذلك ويليام تيسيو، خوان كوادرادو بالإضافة لباريوس، هناك ماتيوس أوريبي بالإضافة لخامس رودريغيز، والراداميل مالكاو بالإضافة لروجر مارتينيز. هذه الأسماء التي تتواجد في تشكيلة المنتخب الكولومبي في هذا اللقاء. أما بالنسبة لمنتخب تشيلي، جابريل أرياس في حراسة المرمى، هناك جافو سيغيور بالإضافة لكاري ميدل، لدينا غييرمو ماريفان بالإضافة لماوريسيو إيزلا، أرتورو فيدال، تشارلس أرانجيز، إيريك بولغار. تصدر المجموعة الثانية كرة تصل كولومبية عرضية عالية، تغطية دفاعية كانت موزاليد. هذه الأسماء التي تتواجد في تشكيلة المنتخب تشيلي، محاولة جمع 6 نقاط على صعيد مرحلة المجموعات الثلاث. كرة تصل لمصلحة المنتخب الكولومبي، لكن تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم اللقاء في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. أكيد كل منتخب يريد أن يصل إلى دور نصف النهائي، كل منتخب يريد أن يكون هو الطرف الأول في المباراة النصف النهائية الثانية، وينتظر الذي يحبذ الكرة العالية، كرة تصل عالية، لكن أرتورو فيدال كان في التغطية الدفاعية، كرة بتعود أرتورو فيدال، محاولة تشيلية خطيرة وما زالت الخطورة. خامس رودريغيز إلى فالكاو، وصلت هذه الكرة الكولومبية، مرور تقدم في الأخير، تدخل كان موجود في النقطة الماضية وخطأ يصفر الحكم الأرجنتيني، أكيد واحد من أبرز الحكام. فاد رودريغيز خامس يسدد، ولكن في الأخير صدمت في حائط الصد وعادت كوادرادو يرسل كرة عالية داخل منطقة الجزاء، راداميل فالكاو والتصفية التربية، أصبحت أوريبي يتقدم ومارتينيز عند الكرة عرضية تأتي، لكن التغطية موجودة، كرة ولكن الأروع كان أوسبينا، عرضية أخرى، محاولة أخرى، وهدف منتخب كوادرادو عند الكرة، يرسل طويلة مميزة رائعة كانت الكرة الأخيرة، ولكن كانت مباراتين. هنا عرضية تأتي، أوسبينا في التصدي، جول 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 جول، لروخا لروخا لروخا، منتخب تشيلي هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا بكرة عبرت بل تجاوزت ودخلت خط الشباك وخط المرمى. هكرة إلى ماذا؟ إلى سنشاهد ما هو القرار، إلى تسلل، إلى تسلل، نعم إلى ركلة حرة غير مباشرة، إلى ركلة حرة غير مباشرة على ما يبدو، نعم كما يشير هنا الحكم بإشارة الركلة. هذه كرة مرة أخرى كولومبية خطيرة، أوريبي أو مارتينيز يحاول يتقدم يتوغل، غيري ميدل إلى حارس المرمى جابريل أرياس، كرة كانت ناقصة لسار الحارس تشيلي، منقولة كرة عالية، وصول بعد ذلك كرة ما زالت قائمة، خامس يصوب يسدد، لكن فالكاو في هذا اللقاء كرة تصل عالية والرأسية هنا تأتي من يريمينا في عملية بين إسلام عند الكرة، يرسلها عالية، وصول بعد ذلك بالتمريرة يريمينا، كرة تمقت أخرى من الطرف الأيسر، عرضية عالية، رأسية تحضر لكنها إلى خارج، كذلك فاصل مهاري كولومبي في اللقطة الماضية، كرة ما زالت في وسط الملعب لمصلحة المنتخب تشيلي عن طريق الجيمو سيجور سيجور، لكن إصابة كوادرادو، إصابة كوادرادو يريمينا، والأمور تتوتر في وسط الميدان. حكم المباراة في هذه اللحظات بيتانيا تدخل، جامبو سيفيوري يرسل كرة عالية راسية تحضر ولكن إلى خارج الملعب، غييرمو ماريفان اللاعب اللي حاول في اللقطة الماضية، ماريفان بالكرة الراسية
بالكرة التي كانت قريبة بالنسبة للاعب فريق بعد ذلك جيمو سيوري عبر كرة عرضية تأتي لكن في الأخير كرة بكود كوادرادو سلسلة كرة عالية راسية تحضر من مدافع المنتخب اللاتشيلي في اليمين ممتازة ممتازة جميلة يريمينا يريمينا في اللحظة الأخيرة من أمام فارغاس 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 موجودة وبالمسافة البعيدة التصويبة تأتي وأليكسيس سانشيز في اليسار بعد ذلك التمرير أرتورو هي فيدال مميزة رائعة كانت هذه الكرة لكن الكولومبية عالية طويلة تصدي بصورة سهلة من حارس الكرة تصل من الطرف الأيمن عرضية عالية كولومبية لكنها في الأخير طالب طالب وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر أليكسيس سانشيز يتعثر يتحصل على خطأ كما يتحصل إيفان ميدينا على بطاقة صفراء في هذه الأثناء بطاقة صفراء بعد التدخل كايدا المنتخب التشيلي لا يخسر من أمام منتخب كولومبيا بينما هنا محاولة كولومبيا إيسلا يمرر الكرة بصورة ممتازة لكن هناك لمسة يد هناك لمسة يد وهناك خطأ على أليكسيس سانشيز في اللقطة الماضية وبالتالي الكرة بتعود إلى ركن وفي هذه اللحظات والأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا الممر عن طريق خامس رودريغيز يمرر كوادرادو في الاستلام مرور بصورة ممتازة لكن خطأ الخطأ كان موجود على أرتورو فيدال في اللقطة الماضية فيدال والتدخل كان حاضر على كوادرادو في اللقطة الأخيرة بطاقة صفراء ستكون كاب كولومبيا بكرة خطيرة كانت خطيرة كانت الكرة الماضية انطلاقة سريعة فالكاو فالكاو إلى كوادرادو ما زالت الخطورة لكن وينها وين الله الله على كوادرادو خمس عند الكرة جميلة رائعة خطيرة كرة سريعة محاولة كولومبيا مارتينيز خطيرة فرصة ما زالت لكن وينها إلى خطأ لمصلحة المنتخب التشيلي في هذه اللحظة خطأ كان موجود في اللقطة الماضية سرعة كرة. الصراع من أجل كل كرة من أجل كل ثانية من أجل كل لمسة من أجل كل ركلة حرة كما هو الحاضر هنا في هذه اللحظات بالنسبة لصراع كولومبي تشيلي في منتخب كولومبيا خامس سلسلة كرة عالية أرتورو فيدال دائما في الاستقبال انطلاقة لا تأتي لمنتخب تشيلي خطيرة سانشيز هنا فرصة هنا جول جول جاء الانفراد ووجدت الثغرة ولكن رودريغيز ما زالت الخطورة قائمة والعرضية أيسر محاولة المرور لكن كوادرادو في التغطية الدفاعية اللازمة والبطاقة الصفراء كذلك تظهر من نصيب اللاعب الكولومبي بطاقة صفراء ينضم كوادرادو إلى قائمة المنذرين نعم ينضم إلى قائمة المنذرين لدينا تشارلس سارانجيز لدينا أرتورو فيشيز والتمريرة كرة ما زالت الله الله أرتورو فيدال وتشيلي تتقدم نعم لروخا عن طريق قلب لروخا قلبي لروخا نعم هو أرتورو فيدال يسجل أهداف منتخب تشيلي في من خلال هذه اللمسة من خلال هذه اللمسة الهدف يغتسب الهدف إذن الهدف إذن هي لا 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 الهدف الهدف يلغى الهدف يلغى نعم الهدف يلغى الهدف يلغى هناك لمسة يد هناك لمسة من أمام أدافيسون سانشيز فارغاس 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 يا ولد أوسبينا يسعد كرة تصل عالية والرأسية هنا تأتي من جانب بولغار لكن يتقدم في وسط الميدان أرتورو فيدال 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 يسدد لكن يحط خامس رودريغيز خامس رودريغيز يسجل وينجح أمام أوسبينا أرتورو فيدال فيدال قوية لا تصد هنا وغابريال أرياس كاردونا كاردونا أوسبينا فارغاس 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 بنفس الصوت كوادرادو كوادرادو هوب
بولغر لتشيلي بولغر 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 ينجح لها ينجح كولومبيا يريمينا لكولومبيا يريمينا يا السلام وينها يا رنجيس رنجيس على تنفيذ رنجوس يا السلام سعد ويليام تيسيو 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 اوه وين هشيس امام اوسبيرا سانشيز خلاص 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 خلاص